حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. متابعينا مستمعينا الكرام، شوط ينتهي وشوط ينطلق. تابعنا الشوط الماضي، الشوط الماضي ذهب مع أرجوان محمد بن علي بن حميد الوهيبي، تسجل توقيت زمني وقدره 7:37 وتسجل النقطة الثالثة لشعار سعيد بن عامر المغيري، واحد من شبابنا المضمرين هذه البكرة في رصيدها العام، في رصيدها كاس ميدان البشاير ورصيدها سيارتين. ومثل ما يقول ما يصح الا صحيح، تشكر يا المغيري. هكذا متابعينا الكرام أن نرحب بالشوط الأول للإضافيات، الشوط 17 بمجموعة الأشواط، والشوط 17 يحمل بكشوفات الأبكار الأول للإضافيات. أتقدم وأسير بهذه اللحظات على مقدمة هذا الشوط، أتقدم مع وجود اللي هي غزل، هذه غزل يتقدم شعار بن شويرب يقدم لنا غزل سعيد بن سليم بن سعيد بن شويرب العامري، سجل معانا نغتتين هذا الشعار بهذا الصباح اليوم، نغتتين لشعار سعيد بن سليم بن شويرب العامري عن طريق سمهود، وعن طريق ايضا شاركنا في هذا الصباح الجميل بالفعل. تقدم مع المركز الثاني شعار الخميساني قادم مع وجود الشاهينية سلطان بن احمد بن وقيش الظاهري، والمركز الثالث وافية لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. أتقدم وأصير مع المركز الرابع، رابع التحديات ورابع الأسماء بهذه اللحظات، نجد الآن اللي مغلية محمد بن سالم العام، محمد بن سالم بن عميرة العامري، والمركز الخامس هذه الشميمية مسلب بن سعيد بن طاهي الراشدي، أبو سعيد يقدم لنا الشميمية هذه، أعتقد انها بنت الشميمي، هذه ما سماها شميمية ابو سالم الا بنت الشميمي، ما شاء الله. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الاولى، والمركز السادس هذه الان معركة سلطان بن الا سالنا مرضي هاي الساتة، كما غمى المركز السادس اغلى ثمانية هذه المسلمة او محمود بن سعيد الجليبي. هكذا هي النتيجة للست المراكز الاولى، اتقدم واصير مع وجود وافية. يا سلام وافية عليها رقم واحد، وهي في مدرج رقم واحد ما شاء الله. سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري، من يقدم لنا وافية بهذا الشوط وبهذه التحديات، بينما الشاهينية سلطان بن احمد بن وقيش الظاهري يقدم لنا الشاهينية، واحد من الشباب سلطان بن احمد بن وقيش الظاهري بمتابعة الشاب محمود البلوشي يتابع الشاهينية مع المركز الثاني المركز الثالث. عندك يا ابو سالم، عندك مع وجود مرضية حمد بن سالم بن عميره العامي يتابعها ابو سالم من خارج الميدان، يتابعها شخصيا بهذا الشوط مع المركز الثاني.
البالغة أي مركز الرابع، وصل بنطاهي، وصل بسالم مع شميمية، مسلب بسعيد بنطاهي الراشدي ما شاء الله يقدم لنا شميمية، وانت شميمي يا أبو سالم، مسلب بسعيد بنطاهي الراشدي الأربع المراكز الأولى. المركز الخامس ادخلت الآن اللي هي قمرية خليفة بن حمد بن ماجد الغفوي خادم بن حمد يقدم لنا بهذا الشوط اللي هي قمرية. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى للخمسة النجوم الأولى المتقدمة بهذا الشوط، ولكن نسير مع مقدمة هذا الشوط، نسير مع وافية يقدم لنا وافية سعادة فرج بن علي بن حمود الضاحي، وشوف أبو حسين يتابعها، علي بن حمدون الوهيبي من يتابع وافية، ركز 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 يا أبو حسن ركز، يتابع وافية واحد من الشباب المضمرين علي بن حمدون الوهيبي، علي بن حمدون الوشوف الوهيبي من يتابع وافية على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصلت الآن بدت بالاغتراب مرضية 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 يقدمها حمد بسالب بن عمير العامري، هذا هو شعار شاهين الثني ما شاء الله، وبنتقبل بسالم على شاهين ان شاء الله في الايام القادمه. بدينا ندخل في اجواء الكيلو المتر الاخير، كيلو الامتحان وكيلو الصراع بهذا الشوط. المركز الثالث شاهينيه احمد بن القيش الظاهري، ولكن ما شاء الله وافية 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 على مقدمة هذا الشوط، اعتقد هذه بنت وافية ما شاء الله عليها رقم واحد، ما قالها شيء بحسن، لا تقولها شيء يا بحسن ما شاء الله، موقعها موقع ممتاز، عصاها ممتازة، توها البكرة توها على قائمة التجهيز، ولكن شوف بن عمير يا سلام مع الشاهينية حمد بسالم بن عمير العامري، ولكن خلاص بنقول احنا بسلم على مقدمة الشوط ما شاء الله، تبيه الجمهور وافية ما شاء الله عليها رقم واحد، وهي في مدرج رقم واحد ما شاء الله، سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري، وشوف نير الغولي وصلك الغولي، روح ابو حسين ما شاء الله ما شاء الله، الغولي قادم الله الله خليفة حمد، ولكن وافية وافية قامت راسه وانتهت راسه، تهانينا لابو خليفة سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري، شكرا ما شاء الله على هذا العرض الاروع. المركز الثاني وصلت قمرية خليفة بن حمد بن ماجد الغفري الثالثة، مرضية حمد بن سالم بن حميرة العامري رابعا، شميمية للسيد سلم بن سعيد بن طاهي الراشدي. التوقيت عزبني بهذا الشوط ما شاء الله، توقيت اللي هي وافية نقدم الثانية والناموس سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري اللي قامت راس وانتهت راس.